اندلعت احتجاجات في العاصمة اليمنية المؤقتة تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء المدينة، شارك فيها مئات اليمنيين. تخللت الاحتجاجات أعمال شغب دفعت الشرطة لتفريق المحتجين وإعادة فتح الشوارع. أكد سكان أن المحتجين أضرموا النار في إطارات السيارات التالفة وقطعوا الشوارع في أحياء المنصورة لتنديد بانقطاع الكهرباء فترات تزيد عن 12 ساعة في اليوم مع دخول لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.